جاية النهاردة علشان أشارك في أحد فعاليات مؤسسة بهية، وهي يعني طول شهر أكتوبر وهم بيعملوا نشاطات وفعاليات كتير. جاية أقول لكل ستات مصر من فضلكم خلوا بالكم من صحتكم، من فضلكم اهتموا بالكشف المبكر، ولادكم محتاجين لكم، أسرتكم محتاجين لكم، مصر محتاجة لكم. انا ما بعرفش العب كوره خالص وفاشله وبخاف من الكوره، بس كان مهم ان انا اكون متواجده ومهم ان انا اشارك. بحب الرياضه وبلعب رياضه، بس الكوره يمكن مش التخصص بتاعي، بس هحاول اهو، هعمل مجهود عشان بهية. النهارده موجودين عشان نلعب مباراة كرة قدم نسائية، عشان يعني بندعم كل مرضى سرطان الثدي، وإن شاء الله يا رب كل مريض يقوم بألف سلامة وربنا يشفي كل مريض. كل الدراسات الجديده قالت لك ان الحاله النفسيه للمرضى مهمه جدا 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 جنب العلاج. مش هقول العلاج مش مهم، لا هو مهم جدا، لكن جنب العلاج الحاله النفسيه مهمه فوق ما ممكن نتخيل، لان الفكره السلبيه بتتحول بعد كده لمرض جسدي. فالنهارده لو عالجنا الفكره السلبيه هتساعد كتير قوي ان المرضى يكون حالتهم كويسه، وبالتالي الشفاء يكون اسهل واسرع. فكره انه مش لازم الفلوس هي اللي يكون حاجه احنا بنعملها او بنديها عشان تساعد المرضى، لا بالعكس، انت بمجهودك بابتسامتك، حتى لو انت مش قادر تلعب كوره، ان انت قاعد في المدرجات بتبتسم بتبوس الناس وبتحضنهم بتسلم عليهم، الحاجات دي تجنن. فبالنسبه لي انا النهارده انا اللي مبسوطه ان انا موجوده طبعا في الايفنت ده. انا اول مره بصراحه اشارك في ايفنت البهية كان النهارده، لان انا اول زياره للمستشفى كانت الاسبوع اللي فات، كنت اعرف قوي عن المستشفى او ايه هي بهية. فلما عرفت ان هي بتسبورت البريست كانسر عامه، وان هي بتقف جنب السيدات اللي عندهم بريست كانسر، فحبيت ان انا دايما اشارك في ايفنت تبع بهية. فانا جايه النهارده عشان ادعم السيدات واقول لهم ان انتوا اقوى، واقوى من اي مرض، وان انتوا جمال من غير اي حاجه.